قام دولة جنبي بالقوة. الشعوب دي مسؤوليته، دي حق الشعوب. لكن أن تأتي قوة من الخارج وتنصف الأنظمة أو ترميها، مد خطير جدا حتى في العالم كله، فما بالكوا في عالمنا العربي. قلوا إذا وصلنا النقطتين دول ينسحبهم، وبعدين نبتدي الحوار والمباحثات على مشاكل قائمة، وسوف نساعد عليه. وإذا احتاج الأمر إلى قوات عربية أشترك فيها، مصر تشترك فيها كبفر زون بين العراق والكويت لحد ما تنتهي المحادثات ونخلص من المشكلة. بدون ما نتفق على ديت مش هذا نجيب قمة، قمة حتى ولو محدودة في الرياض في جدة. وكلمت أخونا الرئيس صدام حسين، قلت له الملك حسين جاي لك بكرة، والأجواء كانت مغلقة، واتفقنا على أسلوب يوصل بطيارة لحد آخر حدود الأردن، وبعدين ياخد عربية للداخل، وبعدين طيارة عراقية تنقل له لحد غدا. إذا اتفقنا على النقطتين دول يكون أساس للقمة، بدل ما نقعد نشتم في بعض ونطلع ببلاش. الكلام ده كان يوم، الكلام ده كان يوم الخميس. مجلس الجامعة العربية كان مجتمع وعاوز يطلع قرار، واظن سمعتوه في إدانة وفي يعني كذا بند موجود، ومفيش داعي اكرره لان نفرق. هنفضل نتوارث الحرب ده جيل ورا جيل، لانه في الاخر بيستحق مننا كل الاحترام والتقدير. حتى لو حد حاول يسيطر علينا بكرهنا ليه، هيفضل بطل وقائد عظيم، وهيفضل حبه جوانا مهما مر علينا من سنين طويلة. هيفضل اسمه في التاريخ، وهتبقى قصة هنحكيها لأولادنا وأحفادنا، إنه كان في بطل حرب من أجل السلام، وأولاده وشباب وقفوا يدافعوا عن شرف الأبطال ويحافظوا عليه. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنت قدرك وفي يوم من الأيام أي. أنا شايف بصراحة صورة سودة، قد تطلع تحليلات لا مش سودة، لكن أنا بقول لكم راجل عندي سابق خبرة في هذا المجال، الصورة مخيفة. وما كناش نتدارك الموضوع ده ونتحرك بسرعة رهيبة، لن يكون لنا كيان، وحنبقى جثث هامدة وحنتبهدل. أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير، ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني. وعلى أي حال فإنني أدعي تماما خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها، تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن نضع مصر أولا فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر. لواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 3 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. محمد حسني السيد مبارك. وأكرر أفندم أنا أقول بكلمات واضحة إن كرامة المسلمين كرامة مصر، ومصر لا تتهاون وأن يسهى النيابة العامة إليه. فما قولك؟ اللي يغلط في البلد دي واللي مش عارف هذه الكتابات أنا أنكرها كاملة، مش عارف تاريخه يبقى ما بيقراش تاريخنا. اللي يغلط في البلد دي واللي مش عارف قيمتها يبقى مش عارف تاريخه يبقى ما بيقراش تاريخنا. يسأل اللي قبله كانوا مصر عملت ايه عشانه، ولا كل التضحيات دلوقتي هانوا. حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باقي والأشخاص زائرون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة. حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي بتنده عايز مين شيخ العرب بابه مكفول، ومن النهاردة اليوم الدين عاين جفا سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا. تحياتي حسني مبارك. حافظ الله مصر وشعبها، وسدد على الطريق خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، أيوة واحد مننا. مصر إيدين الأصالة والقلوب الطيبين، مصر إيد تبني لولادنا حلم بكرة والسنين، مصر إيدين الأصالة. We'll be right back.